السلام عليكم. قبل أقول لكم قصة اليوم، أحب أوضح أن فعلا إحنا نعيش في مجتمع ذكوري، يعني الذكور يعني يتسلطون على الإناث. هذا شيء يعني اترك عنك كلام القوانين والمساواة، كله كلام فاضي، أنتم عارفين. والرجل يعني للأسف اللي ما يخاف الله دائما تلقاه يطغي على المرأة، مع أن الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصت أن التعامل مع المرأة لازم يكون بأرفق ما يمكن، رفقا بالقوارير، كأنهم زجاج تخاف عليهم. أنا ليش قلت لكم السالفة هذه؟ لأن القصة تكلم عن سلطة ذكورية حصلت مع شخصية معروفة جدا، ممكن الكثير ما يعرف تفاصيل هالقصة هذه، قصة الفنانة المطربة المعروفة اللبنانية سوزان تميم اللي قتلت في سنة 2008. في البداية المطربة سوزان مواليد 77، أول ما يعني انشهرت عن طريق برنامج يسمونه استديو الفن، هذا معروف استديو الفن، هذا اللي ماسكه سيمون أسمر، دائما أشهر الفنانين أصلا طلعوا من هالاستديو هذا، يقدمون نفس سوبر ستار، شلون ستار أكاديمي، شلون ذا فويس كذي، بس هذا كان قديم جدا، يسمونه استديو الفن مال سيمون أسمر. هني انت انشهرت سوزان تميم، بدأ يطلع النجم سوزان وكذا، هي مطربة لبنانية، لكن هالمسكينة هذه عاشت حياة كئيبة بمعنى الكلمة. بالبداية تعرفت على زوجها لبناني، وبدأ هاللبناني هذا يسيطر عليها. شلون يسيطر عليها؟ قام يستغلها. تعرفون المطربات يطلعون ذهب، يعني أحسن من اللي حافر لبير نفط، يطلعون ذهب بمعنى الكلمة. فهذا قام يستغلها، حست هي بالبداية أن الزواج كان زواج مصلحة، وكذلك هو يعني استغل أنها كانت في بداية شهرتها، يعني ما كانت شايفة نفسها عدل. مالكم بالطويلة البنت قامت تهرب منه، تحاول تطلب منه طلاق، الرجال رافض، فانحاشت راحت وين؟ مصر. تعرفت على واحد ينقال له علي المعتوق، المعتوق كذلك تعرفت عليه عن طريق سيمون أسمر، لأن هذا ملحن وله بالفن وكذا ويملك أموال يعني. وهي في بداية حياتها عليها يعني مشاكل وقضايا، ومو قادر ترفع يعني تحط لها محامي. علي معتوق هذا قدم لها يد المساعدة، قال لها عندي الموضوع، تبيني خلصت من زوجك؟ قالت له إيه يا ريت والله يعني. قال لها عفو عليك، أعطيني توكيلات، ووقعها على أوراق على بياض على قولتهم علشان يتوكل في قضاياه. وفعلا قدر أن يخلصها من زوجها الأولي، وبدت علاقتها مع علي المعتوق كيعني كأتبناها يعني بالفن، وقام ينتج لها، وشوي شوي قامت ترد مرة ثانية على الساحة الفنية. الموضوع اللي قاعد أتكلم فيه ما هو موضوع فني، أنا قاعد أقول لكم هالتفاصيل لأن كلها لها علاقة في الجريمة. علي المعتوق هذا شوي شوي بطل جربة، يعني الذيب ما يرافج الغنم، ما يرافجهم حبا لله في الله. بالنهاية قال لها هالذيب، قال لها يبا أحبك أنا وبتزوجك. البنت ابتلشت، قالت أنا كل ما تعرف على واحد على طول لازم يحب وما حب وزواج. قالت لي يبا أنا ما بيتزوج، أنا تزوجت مرة وكرهت نفسي، فكني من شرك الله يخليك، أنا كنت أبيك تساعدني، يبا فلوسك اللي دفعتها تعال خذهم يبا، جزاك الله خير أنت وقفتني على رجولي. قال لها لا، دخول الحمام مش زي خروجه. قالت لها شلون يعني؟ قال لها تزوجك يعني تزوجك، هي تزوجك ولا ما أدري، المهم يعني تزوجين غصب طيب.
قالت له ابن الحلال فكني من شرك لا تخرب العلاقة أنا أحترمك وأقدرك لأنك رجال مديت لي يد. المهم قال لا لا قاعد يحاول فيها ويحاول جننها. شوي شوي قام يبتزها على الخفيف قال لها ترى أغلب الأعمال اللي أنت مسويتها الحين كلها عقود عندي والعقود معاي ولا تخليني أدمرك فنيا حبيني بطيبك أحسن لك. قالت له تدري شلون؟ قامت طقت شلالها وانحاشت راحت فرنسا. قام رفع عليها قضايا لعب فيها لعب. ايش سوى فيها؟ اول شيء منع كل اعمالها الفنيه انها تطلع على الاذاعه والتلفزيون، وحتى الشركه اللي كانت موقعه وياها عقد حذرهم بناء على العقود اللي معاه ان ما تنشر اي عمل للفنانه ولا التعاقد معاها. لا الصدمه اللي اكثر من كذي، وهذا على حسب ادعاء الفنانة سوزان قبل لا توفى على فكرة. قال لهم يبا هذه زوجتي. قال له شلون زوجتك يبا هي ما تزوجتك ولا؟ قال لا بناء على التوكيلات اللي عنده والأوراق اللي موقعتها على بياض سوى عقد زواج بينه وبينها وقام يطارد فيها هلف غيره ابتلشت فيه. البنت قعدت فرنسا لين فلست ما عندها تبت انحاش. هني تعرفت على واحد من كبار تجار العقارات ينقال هشام طلعت. هشام طلعت ترى اسم رنان جدا في مصر في عالم العقارات مال العقارات. تعرفت عليه وبما انها فنانة معروفة وهذا رجل عوان تعرفون هذول يتقابلون بسهولة يعني. مالكم بالطويلة عرض عليها المساعدة قال لها تعالي مصر وانا ساعدك. قالت له شلون؟ قال لها تعالي. هي جت راحت لمصر فعلا بدأ يدفع عنها الغرامات واللي كان حاطها عليها اللي هو اللي يدعي انها زوجها الثاني ودفع عنها مصاريفها وحاول كثر ما يقدر يبعدها عنه. يوم خلصت منه بالموت طلع لها منه هشام طلعت قال لها أحبك. لا حول ربعنا ترى نفس هذا اللي يسوي يبدل بنشر حق تاير بنت وبعد ما يخلص يقول لها أحبك. إذا قدمت مساعدة مو شرط أنها راح تحبك يعني ما راح تصير أنت بنظرها أن أنت بطل وقوي. لا مساعدة تبي ما تبي يقلب وجهك ألف خروف يصفط ويبدل بنشر. فبطلوا هالحركات هذه ما كن بطويلة ابتلشت بهشام طلعت. وهذا ثقيل هشام طلعت وشارية من عنده شقة. هشام طلعت هذا كان يملك مجموعة من الشقق في الجميرة وهذه الفنانة سوزان قدرت تشتري منه أحد الشقق اللي عند هذا اللي يملكها وبسعر ممتاز بما أن لها علاقة فيه وكذا ومراعيها يحسب أنها تبي تحبه. اكتشف بعدين أنها ما تبي. حاول فيها البنت قامت سوت طقت شلالها مرة ثانية وانحاشت راحت للجميرة في الإمارات وسكنت في شقتها. قام عاد هذا هشام طلعت طلع هذا ياخذ حقه بيده ما عنده قانون وقضايا لا 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 يهددها والله لسوي والله لكذا وأنا علمت وكذا وأنا. المهم البنت بدأت تخاف وقامت ترفع عليه قضايا إن تحاول إنها تبعد عنها وكذا. مالكم بالطويلة في سنة 2008 دخل شخص إلى الفندق أو العمارة هذه عبارة عن مجمع سكني نفس الفندق نظام سكوريتي وكذا المهم فدخل هالبناية هذا وكان ماسك بإيده كيس. الكيس هذا مكتوب عليه شعار الشركة العقارية اللي أصلا سوزان تميم اشترت منهم هالشقة اللي تتبع منه هشام طلعت. طبعا هذا وفق الكاميرات اللي استخرجوها شرطة الجميرة. المهم هالشخص هذا لما دخل من باب الباركينج مال السيارات قاعد يمشي وسأل وين. قالوا له هذا هنا أو شيء يروح الاستقبال. قال أوكي راح من صوب الاستقبال لف على اللفت وصعد إلى شقة سوزان تميم. سوزان تميم لما طق عليها الباب كانت خايفة وهذا كان وقت التهديدات اللي كان يطلقها عليها منه هشام طلعت. لكن قامت تستفسر من وراء الباب
منو انت وشنو تبي وكذا. قال لها انا مندوب من الشركة اللي باعت لك الشقة هذه بس علشان بنعطيك وصولات الكهرباء مع الكهرباء وكذا القديمة. ما صدقت في البداية فوراها الكيس مال الشركة نفسها كان اللي بيده، وراها الكيس من العين السحرية فافتحت له الباب. يعني مو معقولة كل واحد خاف منه. المهم افتحت له الباب، أول ما دخل على طول سدد لها لكمة على الأنف. البنت داخت وطاحت على الأرض، قام طلع سكين من الكيس وعلى طول نحرها. هني انتهت سوزان وفارقت الحياة. قام غطاها وهو طالع من الشقة، قام فسخ ملابسه، طلع الحبيب لابس ملابس فوق ملابسه فعشان فيها الدم، قام فسخهم كان مرتب نفسه وحطهم في الكيس اللي كان معاه. وهو نازل السلم، ما نزل باللفت، نزل بالسلم، فأحد الطوابق فيها نفس البوكس هذا اللي يحطون فيه المطفأة الحريق، فتح الصندوق وحط فيه الكيس وسكر ونزل وطلع من باب الاستقبال مشي وكأنه ما صار شيء. هني شلون اكتشفوا ان سوزان قتلت؟ عندها ولد خالتها ساكن في الجميرة كذلك، وهذا مراعيها لأنه يدري عندها مشاكل وكل فترة يدق عليها يطمئن عليها، وكان يدري أنه في تهديدات عليها ويتصل، وهو متزوج وعنده عيال فكان كل شوي يتصل عليها عشان يطمئن. فمرة اتصل عليها ما ترد، يتصلت وكانت محذرتها إذا أنا ما رديت عليك يعني فيني شيء ودربالك علي من الحكي. أنا قمت أتكلم لبناني بعد. المهم إذا في أي يعني لا تنساني وهيك. اتصل حس إنه في شيء، قام دك سلف وراح حق المجمع السكن اللي ساكنه فيه وصعد اللفت. أول ما جاء عند باب الشقة لقى الباب مفتوح، فتح الباب ولا هذه سوزان طايحة على الأرض والدم مغرق الشقة. اتصل في العمليات وحضروا رجال الأمن الإمارات والمباحث والمحققين وانقلبت الدنيا. وسوزان تعتبر شخصية يعني مشهورة. شوف دائما الموضوع إذا كان جريمة قتل والشخص هذا مشهور، هذا يشكل ضغط ترى على أي سلطة سواء أي دولة خليجية أو عربية، لأن الخبر راح ينتشر والناس كلها راح تتابع وتنتظر النتائج. فشيء يصبح من المعيب على أي سلطة، يعني قصدي رجال أمن، إنه ما يكشفون جريمة والناس كلها تتابع. لذلك يعني السلطات الأمنية في الإمارات شكلت أكثر من 30 فرقة بحث وتحري علشان يطلعون منو هالمجرم، ويدرون إن في تهديدات سابقة لأنها بلغت إن في تهديدات من هشام طلعت، لكن لما شيكوا هشام طلعت أصلا ما دخل شو اسمه الإمارات، فعارفين إنه أكيد يمكن أرسل واحد. قاموا يبحثون بشكل عام عن أي مصري دخل في اليوم اللي قبله أو نفس اليوم وطلع بعد مقتل سوزان. بدوا يقلبون الأسماء يقلبون الأسماء يقلبون أسماء، اشتبهوا باسم واحد. الاسم هذا واحد ينقال له محسن السكري. محسن السكري هذا ضابط في الشرطة المصرية. استغربوا منه، هذا ما له أي صفة دخول إلى الإمارات، وليش داش الإمارات وما عنده شغل؟ دخل مثلا الصبح وطلع مرة ثانية الظهر يعني بعد ساعتين ثلاثة من مقتل سوزان، وحجز تذكرة الطيارة في المطار. هذا قالوا هذا أكيد له علاقة في الموضوع. اتصلوا السلطات الإماراتية في مصر، قالوا لهم واحد ينقال له محسن السكري، نبي نلقي القبض عليه. قالوا لهم أوكي، تم إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه في مصر. السلطات الإماراتية شلون تأكدت أن فعلا محسن السكري هو اللي قاتل سوزان؟ شيكوا على بياناته، طلع عنده ماستر كارد، بطاقته الشخصية، مستخدمها داخل الإمارات وشاري سكين
من أحد أشهر السوبر ماركت المعروفة في الإمارات، فتأكدوا أن هذه أداة الجريمة واللي أصلاً اعثروا عليها في أحد الحاويات القريبة من المجمع السكني اللي قتلت فيه سوزان تميم. مالكم بالطويلة، السلطات المصرية لما مسكوا الضابط محسن السكري اعترف على طول بأن اللي حرضه على قتل سوزان تميم اللي هو هشام طلعت التاجر المعروف. هني تم إلقاء القبض على كذلك هشام طلعت، وفي سنة 2009 تمت المحاكمة وحكم على محسن السكري وكذلك على هشام طلعت بالإعدام. انقلبت الدنيا وهذا رجل أعمال واعترف الموضوع، كان في البداية أنكر يعني. مالكم بالطويلة، طبعا التهمة على هشام طلعت تحريض، والتهمة على محسن السكري اللي هي القتل. أرفعوا قضية نقض الحكم في سنة 2010 لوقف نفاذ حكم الإعدام بالمتهمين، لأن المحاكمة مثل هالنوع هذا تحتاج إلى سنتين ثانية علشان يتم الحكم فيها، لذلك رفضت. لكن مع تقديم أسباب قدم محامي هشام طلعت 41 سبب أنه ممكن أنها تبرئ هشام طلعت، لكن المحكمة أكدت أنه هو محرض، لكن خفضت الحكم من الإعدام إلى 15 سنة بالنسبة حق هشام طلعت التاجر المعروف. لكن محسن السكري الضابط المصري تم الحكم عليه ب 25 سنة سجن. بعطيكم الصدمة الثانية، في سنة 2017 قبل سنتين طلعوا لك هشام طلعت والحين يسرح ويمرح. عارفين ليش طلع بعد؟ ما يحتاج. هشام طلعت الحين ما عنده أي مشكلة، راح دم سوزان تميم هدر، هذا محسن السكري والله ما يندرى هل راح ينفذ الحكم 25 سنة ولا يطلع بعفو ولا ما حد يدري. هذه نهاية قصة مأساة الفنانة اللبنانية سوزان تميم. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا السالفة اللي بعدها إن شاء الله. فأمان الله، مع السلامة.